سلام الله عليكم صديقاتي أصدقائي متتبعي قناتي الخاصة بالدعم التربوي. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالحصة الثانية من التقويم التشخيصي والدعم الوقائي. إذن هذه الحصة فهي خاصة بالدعم الوقائي بالدرجة الأولى. إذن لنبدأ مع المجال الأول وهو العلوم الفيزيائية. إذن التمرين الأول، سؤال الأول، أحدد أسماء تحولات التالية من حالة إلى أخرى. إذن لدينا حالة صلبة سائلة ثم غازية. إذن بالنسبة للحالة الصلبة، إذن تتحول إلى حالة سائلة عبر الانصهار، وبالنسبة للحالة السائلة تتحول إلى حالة غازية عبر عملية التبخر. بالنسبة للحالة الغازية فهي تتحول إلى حالة سائلة إذن عبر عملية التكاثف، إذن نقول عملية التكاثف. ومن الحالة السائلة نتحول إلى الحالة الصلبة عبر عملية التجمد. السؤال الثاني، عن طريق ماذا يمكن تحويل مادة من ألف حالة سائلة إلى حالة غازية؟ طبيعة الحال عبر عملية التسخين. إذن عندما نسخن مثلا الماء فإنه يتحول من حالة سائلة إلى غاز بخار الماء. باء، حالة سائلة إلى حالة صلبة. إذن في الأول يعني نأخذ دائما مثال الماء، الماء سائل نريده أن يتحول إلى حالة صلبة فسنعمل على التبريد. إذن سنبرد إلى أن يتجمد، التبريد. نمر الآن أصدقائي إلى السؤال الموالي، السؤال السابع، أضع علامتي في الخانة المناسبة. السوائل قابلة للانضغاط. إذن هذا الاقتراح خاطئ. إذن فالسوائل غير قابلة للانضغاط. الغازات قابلة للانضغاط. صحيح، الغازات قابلة للانضغاط والتمدد. تتميز المادة السائلة بحجم ثابت وشكل متغير. صحيح، إذن الحجم فهو ثابت والشكل فهو يتغير بشكل الإناء الذي يضم هذه المادة السائلة. تتميز المادة الغازية بشكل ثابت وحجم متغير. إذن بالنسبة للمادة الغازية ليس هناك شكل ثابت، إذن فهذا الاقتراح خاطئ. سؤال موالي، التمرين الثامن، أقترح تجربة أبين من خلالها ضرورة وجود ثنائي أكسجين الهواء لاحتراق الشمعة. على دفتر التقصي أرسم التجربة أو العدة التجريبية المقترحة. إذن أصدقائي سأقترح عليكم العدة التجريبية التالية لتبيان أو يعني لإظهار ضرورة تواجد الأكسجين للإحتراق. إذن نأخذ مثلا صحن ونضع شمعة، إذن شمعة مشتعلة، ثم نضع ماء ملون في هذا الصحن أو هذا الحوض. إذن ماء ملون وشمعة مشتعلة، ثم سننكس كأسا على هذه الشمعة. إذن هنا بداية التجربة. إذن نكس كأس على الشمعة، ثم سنلاحظ ماذا سيقع. إذن دائما نفس الحوض، إذن نفس الشمعة وكأس، إذن هذا هو الكأس. إذن لاحظوا لم أرسم لهيب الشمعة، لأن الشمعة بعد نكس الكأس فوقها بعد مدة قصيرة ستنطفئ. والماء الملون، إذن لاحظوا ماذا سأفعل. إذن هنا لدينا ماء ملون، يعني في بداية الأمر سننكس الكأس ثم بعد مدة ستنطفئ الشمعة وسيصعد مستوى الماء الملون في الكأس. إذا لاحظوا معي في التجربة الأولى مستوى الماء الملون يعني مستوى واحد، لكن بعد نكس الكأس فوق الشمعة صعود الماء الملون إلى الكأس. هنا سيظهر لنا جليا ضرورة وجود الأكسجين، لأن يعني نفاذ الأكسجين من الكأس سيؤدي إلى انطفاء الشمعة وإلى صعود الماء الملون ليحتل
المكان أو الحيز الذي كان يحتله الأكسجين. إذن هذه هي التجربة، إذن سنكتب هنا نهاية التجربة وسنوضح. إذن سنقول بأن هناك صعود على مستوى الماء الملون، إذن صعود مستوى الماء الملون، وسنشير كذلك إلى انطفاء الشمعة. إذن أصدقائي هذه التجربة أو العدة التجريبية التي يمكن من خلالها أن نبين ضرورة تواجد الأكسجين لحدوث الاحتراق. إذن نمر الآن أصدقائي إلى التمرين الموالي، التمرين التاسع وهو خاص بتملك نهج التقصي. إذن هذا التمرين فهو لن تجدوه إلا على مستوى يعني الطبعة الجديدة، طبعة 2021. إذن بالنسبة لطبعة 2020 فهذا التمرين غير موجود وغير مندرج ضمن أنشطة التقويم التشخيصي والدعم الوقائي. إذن لابد من توفر يعني الطبعة الجديدة وهي طبعة 2021. إذن لنقرأ التمرين. تناول يوسف قنينتين من نفس الحجم والشكل. إذن أخذ يوسف قنينتين من نفس الحجم والشكل، ملأ الأولى بماء بارد درجة حرارته درجة واحدة سيليسيوس، والثانية يعني القنينة الثانية بماء ساخن درجة حرارته 70 درجة سيليسيوس. إذا لاحظوا معي لدينا ماء بارد جدا وماء ساخن جدا. لف كل قنينة بقطعة قماش سميك من صوف ووضعهما في مكان درجة حرارته 30 درجة. كان يقيس درجة حرارة الماء بكل قنينة على رأس كل 5 دقائق بواسطة المحرار 3 مرات متتالية، فلاحظ أن درجة حرارة الماء في كل قنينة لم تتغير طيلة هذه المدة. إذن وضع القنينتان معا في مكان درجة حرارته يعني موحدة 30 درجة، وكان يقيس يعني عقب كل 5 دقائق بواسطة المحرار درجة حرارة الماء، إلا أنه وجد أن هذه الحرارة لم تتغير، يعني أن درجة حرارة القنينة التي بها ماء بارد بقيت دائما نفسها وهي درجة واحدة، ودرجة حرارة الماء الساخن بقيت نفسها وهي 70 درجة. إذن ما هي الفرضيات أو الفرضية التي أراد يوسف أن يتحقق التحقق من صحتها من خلال إنجازه لهذه التجربة؟ إذن كفرضيات، إذن لم تتغير درجة حرارة القنينتين بسبب قطعة القماش، إذن فقطعة القماش هي يعني السبب الرئيسي الذي جعل يعني درجة حرارة القنينتين ثابتة. ثم إذن يمكن أن نصوغ كذلك الفرضية الموالية، تمكن الأقمشة من الحفاظ على ثبات درجة حرارة الأجسام. إذن الأقمشة وخصوصا الأقمشة الصوفية فهي تمكن من الحفاظ على ثبات درجة حرارة الأجسام. هنا سأشير إليكم إلى مثال، مثلا الملابس التي يلبسها الإنسان. إذن فالملابس فهي تحافظ على درجة حرارة الجسم، درجة فهي لا تخلق أو لا يعني ليست لخلق أو لزيادة درجة حرارة الجسم أو ل يعني نقص درجة حرارة، بل هي فقط تحافظ على تلك الحرارة المتولدة داخل الجسم. يعني أنا مثلا جسمي هو يعني درجة حرارتي 37، فعندما سألبس مثلا أقمصة أو أقمشة صوفية فدرجة حرارة جسمي ستبقى دائما 37. إذن فالأقمشة فهي تمكن من حفظ تلك الحرارة المتولدة داخل الجسم، لذلك نجد أن قنينة التي درجة حرارتها درجة واحدة بقيت درجة واحدة فقط. يعني لماذا لا نقول مثلا لماذا هذا القماش الصوفي أو القماش من الصوف لم يزيد من درجة حرارة القنينة التي بها ماء بارد؟ لا، فالأقمشة فهي تحافظ فقط، لا تولد حرارة، لا تزيد ولا تنقص، فهي تحافظ فقط على درجة الحرارة. إذن القنينة التي بها ماء بارد درجته درجة واحدة بقيت درجة واحدة، والقنينة الساخنة التي درجتها 70 درجة بقيت كذلك 70 درجة. إذن الاستنتاج الذي نخرج به من هذا التمرين هو أن الأقمشة الصوفية تمكن من حفظ حرارة الجسم المتولدة داخله، إذن فهي تمكن من حفظ فقط تلك الحرارة المتولدة داخل
الجسم. إذن أصدقائي نمر الآن إلى النشاط الموالي. إذن لدينا مجال علوم الأرض والفضاء. إذن التمرين العاشر، أستعين بالوثيقة أسفله التي تمثل مجموعة الكواكب الشمسية وأحدد ما يلي. إذن أقرب الكواكب إلى الشمس هو، إذن لاحظوا معي الشمس، إذن أقرب الكواكب هو عطارد. إذن عطارد هو أقرب الكواكب إلى الشمس، وأبعد الكواكب من الشمس هو بلوتون. إذن هذا هو الكوكب الأكثر بعدا يعني من المجموعة الشمسية، من كواكب المجموعة الشمسية هو بلوتون. رتبة الأرض ضمن المجموعات الكواكب الشمسية هي الرتبة، لاحظوا معي الأرض، هذه هي الأرض، إذن فهي في الرتبة الثالثة. نمر الآن إلى التمرين رقم 11 والتمرين الأخير من هذه الأنشطة. أذكر الموارد التي توفرها الأرض للإنسان. إذن يعني ما هي موارد الأرض التي يستغلها الإنسان؟ إذن لدينا، إذن أصدقائي، من الموارد التي توفرها الأرض للإنسان لدينا البترول، لدينا الغاز الطبيعي. إذن نقول موارد طبيعية. لدينا كذلك الفحم الحجري. إذن الفحم الحجري، المعادن بجميع أنواعها، إذن الحديد، الذهب، الفضة إلى غير ذلك. وأهم أهم أهم مورد يعني توفره الأرض، الماء أو المياه. السؤال الثاني، أحدد بعض السلوكات البشرية التي تؤدي إلى استنزاف هذه الموارد. إذن لدينا الاستغلال المفرط أو الغير المعقلن لهذه الموارد، الاستغلال المفرط، وكذلك لدينا التبذير، تبذير الموارد، وخير مثال وهو تبذير المياه أو الماء، تبذير الموارد الطبيعية. السؤال الثالث، أقترح بعض الحلول للحد من هذه السلوكات. إذن سنقول الاستعمال المعقلن، الاستعمال المعقلن للموارد الطبيعية، إذن كذلك ترشيد استعمال الماء، ترشيد استعمال الماء والمعادن كذلك، والمعادن، وأكثر إجراء أو حل يمكن من يعني ترشيد هذا الاستعمال وهذا الاستعمال المعقل، وهو سن قوانين. إذن سن قوانين منظمة وسن قوانين جذرية ضد المخالفين. إذن سن قوانين جذرية ضد مخالفي هذه القوانين. إلى هنا تنتهي حصتنا صديقاتي أصدقائي. موعدنا إن شاء الله تعالى مع دروس الوحدة الأولى، دائما نفس المرجع وعلى نفس القناة. إلى اللقاء.